المرات اللي فاتت اتكلمنا بشكل نظري على 7 سيجمنت وازاي بنوصلها وازاي بنشتغل عليها. المره دي بقى نطبق بشكل عملي اللي اتعلمناه. احنا قلنا المره اللي فاتت عندنا الجدول ده، الجدول اللي هنطبقه عشان نقرا الارقام، وقلنا عندنا الاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي. الاي هيتوصل بالبن رقم 0، بن رقم 1، بن رقم 2، بن رقم 3، بن رقم 4، بن رقم 5، بن رقم 6، بهذا الشغل بتاعه. وعشان ودي برضه نقطة تتعلمها، يعني أنا دلوقتي عندي أي هاردوير مهما كان وعايز أتعلمه ومش عارف الرجلين دي بتاعت إيه والرجلين دي بتاعت إيه، بعمل إيه؟ بروح على النت وبكتب الداتا شيت بتاعته أو الشيت بتاعه أو إزاي نوصله، بيطلع لك الرجلين، بيطلع لك فين الرجلين وايه اللي بيتوصل وايه بيشتغل. يعني الموضوع ما هو صعب، يعني حتى ما احنا اشتغلنا برضو في البوش بوتوم سويتش اللي هو في فور ليجز ده في اربع رجلين، رحنا جبناه من على النت. فحضرتك برضو لازم تتعود على النقطه دي، عايز حاجه اكتبها وادور عليها ويطلع لي الشيب بتاعها، الشكل بتاعها، ازاي بتتوصل، وابدا اتعلم ازاي اوصل. يبقى هنعمل ايه؟ هيمشي بالترتيب، البن رقم ايه هنوصلها بالزيرو، البن رقم بي نوصلها بالواحد، البن رقم سي نوصلها بالاتنين، البن رقم دي هنوصلها بالتلاتة، وهكذا. تعالوا الأول بقى نبتدي. طبعا احنا فتحنا السيركت بتاعتنا، تمام. طيب المفروض بقى اشتغل، مش عارف اشتغل ليه. طيب هيبدأ إن شاء الله دلوقتي نشتغل. اول حاجه هنجيبها ايه؟ اول حاجه هنجيبها وهي الجزء بتاع الاردوينو، تمام، هنجيبه عشان نوصل. ادي الاردوينو اهي، بالاردوينو، تمام. وهنجيب البريبورت اهي، تمام. طيب انا عايز ايه هنا؟ عايز هنا برضو مقاومة، تمام، عايز مقاومة بريبورد، مش عايز تطلع، عايز ست البريبورد، تمام اهي، تمام. وعايز طلع مقاومة، هذه المقاومة اهي، نخليها مثلا 220، نخلي المقاومة عندنا 220، في مشكلة في البتاع، ماشي. طيب يبقى هنا هنخلي المقاومة اللي عندنا كام؟ هنخلي المقاومة اللي عندنا تبقى 220، 220 اوم، تمام، 220 اوم، ماشي. وهنجيب مين؟ عايزين، احنا عايزين نجيب 7 سيجما، تكتب 7 بتاع بالانجليزي او 7 سيجما طلعت، تمام. سيفن سيجمنت طيب اهي طلع لي 7 سيجمنت ديسبلاي، ماشي ناخدها. انا هشتغل على كومون زي ما انت شايف، كومون انود ولا كومون كاسود؟ لا انا هشتغل على كومون كاسود، اشتغل على كومون كاسود. ما كتبت 7 سيجمنت ما ظهرليش، كتبت سيجمنت طلعت لي،
ماشي، بدأ اشتغل على الكم مين، كم انكفت، وهبدأ اوصلها كده اهو. حلو حلو جميل، ده الفل. نبدأ بقى في عملية التوصيل. اول حاجة هنبص هنا اهو، الدوت اهي، دي الدوت صح. الدوت دي هي الرجل دي، ده السي، ده الكومن. يبقى الكومن فين؟ هو الرجل ده، يبقى الكومن هو الرجل ده، يبقى دي الدوت الرجل التالتة اللي في النص دي هي الكومن، اللي هي بتوصل بالمين، دي هتتوصل بالجراوند. فنيجي كده اهو اهو. يبقى انا عند الرجل الاولانية دي، لا الرجل التانية، لا الرجل اللي في النص دي هي الجراوند. هنوصلين دي بالرجل اللي في النص هنا، نوصلها بالجراوند. فين الجراوند؟ ادي الجراوند عندنا، نروح نوصلين هنا اهو. حلو تمام تمام تمام. ابتدي عندنا بالجدول بتاعنا، الايه هيتوصل بالرجل البن رقم زيرو، الايه هيتوصل بالبن رقم زيرو. طيب يبقى الايه هيتوصل بالبن رقم زيرو، فين الايه؟ نرجع هنا اهو، الايه موجود فين؟ الايه هنا اهو والبي هنا اهو، يبقى الاتنين اللي فوق دول ايه وبي، ايه وبي، ايه وبي، تمام؟ الاتنين اللي فوق دول ايه وبي، ماشي. اروح للرسمه، اخد ده اهي اوصلها بمين؟ اوصلها بدي، دي مين؟ دي الايه اهي، حتى كاتبها لك، دي الايه، دي مين؟ دي البي، البي اوصلها بالرجل رقم كام؟ الرجل رقم واحد. يبقى هنا وصلت الايه بالرجل رقم زيرو، البي وصلتها بالرجل رقم كام؟ بالرجل رقم واحد. تعال نشوف هنوصل مين تاني. عندي السي والدي، السي الرجل رقم اتنين والدي الرجل رقم تلاتة. يبقى السي فين السي يا حاج؟ السي اهو، يبقى ده السي هتوصل بالرجل رقم اتنين، واللي جنبه الدي هتوصل بالرجل رقم تلاتة. فاروح الرجل رقم اتنين هنوصلها بالسي، فين السي؟ ده السي. والرجل رقم تلاتة هنوصلها بالدي، فين الدي؟ دي الدي، تمام؟ دي الدي، دي الدي، تمام؟ حلو كده، وصلنا كام؟ كده وصلنا أربع رجلين. نرجع تاني، فاضل الإي، بين زيرو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، يبقى بين رقم أربعة هتوصل بالإي. طب يا ترى الإي دي موجودة فين؟ الإي موجودة أول بين هنا أهو، يبقى هروح أجيب الرجل رقم أربعة أوصلها بالإي اللي هي بتمثل أول بين هنا أهو، خليها فوق كده، تمام؟ دي الإي. طيب عايز اوصل بعد كده، وصلنا الاي بالبن رقم اربعة، يبقى الاف بالرجل رقم خمسة. طب الاف موجودة هنا فين؟ الاف موجودة اللي هي اول واحدة فوق اهي جنب الكومون اهي، تاني رجل من الناحية دي، يبقى ده الجي وده الاف. يبقى اروح اجيب الرجل رقم خمسة هوصلها بالاف. حلو جميل تمام. هيبقى لي اخر رجل خالص، على فكرة لو جبناها كده هيبقى شكلها احلى شوية، خليها كده عشان تبان في رجلين فوق. اخر رجل وهي الرجل رقم ستة، الرجل رقم ستة هنوصلها بمين؟ الرجل رقم ستة هنوصلها بالجي، فين الجي؟ الجي اول رجل فوق اهي، فاروح جايبين هنا اهو، ده هو رقم ستة ووصلها بالجي. يبقى هنا انا عملت ايه؟ او ممكن بس تبان لك البتاع متلخبطه شويه، لكن حضرتك بمنتهى منتهى منتهى الهدوء رحت جبت الشيت بتاع البن عندنا، ورحت او السيفن سيجمنت وجبت الجدول، الرجل رقم واحد توصل بايه؟ بزيرو، قصدي زيرو هنا اهو، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، رحت جايب الرسمه بدات اوصل الرجلين عليها، هنا ده كام؟ ده زيرو، هنا ده كام؟ ده واحد، وبدات اوصل بمنتهى الهدوء. انا عارف الارقام اللي موجوده، عارف الرجلين اللي موجوده، وعارف التوصيل بتاعها، كده انا وصلت. حلو؟ نيجي بقى لمسألة مين؟ مسألة الكود.
انا عايز يبقى البن من الزيرو لحد الستة كلهم يعتبروا مين يا مستر؟ من الزيرو لحد الستة كلهم يعتبروا ايه؟ كلهم يعتبروا اوبوت. كلهم يعتبروا مين؟ اوبوت، صح؟ كلهم يعتبروا اوبوت. فاروح جاي هنا على الكود، خش هنا بيكست بيم. فانا عايز اعمل بن مود من الواحد لحد الكام؟ لحد السبعة او لحد الستة كلهم اوبوت. ممكن واحد يقول لك نعمل فور لوب ونبتدي الاي عندنا من الواحد وننتهي بالستة، براحتك عايز تعمله فور لوب ماشي، بس انا عشان بس تبقى الدنيا واضحة هعمله من غير فور لوب عشان اوضحها لك قوي. يعني ده البن رقم كام؟ ده البن رقم اتنين، ده البن رقم تلاتة، ده البن رقم اربعة، ده البن رقم خمسة، ده البن رقم ستة. على فكرة المفروض البن رقم زيرو يتحط برضه. بن رقم زيرو يعتبر عندنا اوبوت، بن رقم زيرو يعتبر عندنا اوبوت. يبقى عرفنا هنا اهو، تمام. بين رقم واحد وبين رقم اتنين وبين رقم تلاتة وبين رقم أربعة وبين رقم خمسة وبين رقم ستة وبين رقم ستة وبين رقم زيرو كلهم أوت. حلو. المفترض أطلع هاي على مين؟ أطلع هاي على حسب الجدول اللي أنا عامله. أطلع هاي على حسب الجدول اللي أنا عامله. طيب. تمام؟ أطلع هاي على حسب الحاجة اللي أنا عايزها. حلو جميل. نبتدي اول دلوقتي عايزين نعرف مين؟ عايزين نعرف الهاي اللي عندنا. طيب هنعرف الهاي اللي عندنا او المين اللي عليه، مين اللي عليه بتاع ازاي؟ تعال مع بعض كده واحدة بواحدة نبدأ نعرف مين الهاي ومين اللو. نبدأ نعرف مين الهاي ومين اللو. طيب أول حاجة هنبتدي بمين؟ بالهاي. احنا عايزين الرجل رقم كام؟ تعالوا نشوف الجدول. الرجل رقم عاوزين نقرا الزيرو، يبقى الرجل رقم كام؟ A و B و C و D و E و F، اللي هي الرجل رقم كام يا مستر؟ الرجل رقم زيرو واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة كلهم بكام؟ كلهم بهار. كلهم بكام؟ كلهم بهار. يبقى اروح هنا اهو جاي كده اهو، تمام، واخد الهاي عندي اهو بكوبي كده في 6 مرات، واحد اتنين كلهم بهاي هم خمسة، تمام. يبقى مفترض الرجل رقم واحد زيرو بهاي، الرجل رقم واحد بهاي، الرجل رقم اتنين بهاي، الرجل رقم تلاتة بهاي، الرجل رقم اربعة بهاي، الرجل رقم خمسة بهار، الرجل رقم ستة بلو. حط زيرو، انت عندك الجدول اهو، زيرو واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة كلهم هاي، كلهم هاي ما عدا رقم ستة بكام؟ بلو اهو. يبقى انا عملت رقم زيرو. حلو، تعال نعمل رقم واحد. رقم واحد مين اللي هاي عندي؟ الرجل رقم واحد والرجل رقم اتنين والباقي كله بزيرو اهو. اروح جاي كده اهو عامل ديلي اهو. انا عايز الرجل رقم كام اللي هاي يا مستر؟ ارجع وبص الجدول، بي وسي اللي هي رجل رقم واحد ورجل رقم اتنين. يبقى الرجل رقم واحد بهاي والرجل رقم اتنين بهاي والباقي كله بلو. الباقي كله بلو، مش هتطلع عليه حاجة، هيفضل مظلم.
يبقى هنا هختار كام؟ كلهم هيبقوا بلو. ده الراجل رقم 6 معلش. يبقى كلهم الباقيين هيبقوا بلو، هناخد الباقيين كلهم بلو. مين اللي كلهم بلو؟ افترض يبقوا كام واحد هما؟ افترض احنا خدنا 2 هيتبقى 5، 1 2 3 4 5 على حسب الجدول اللي عندنا. الراجل رقم 1 بهاي، رجل رقم 1 بهاي، رقم 2 بهاي، والباقي كله بلو. خلي الباقي كله بلو دلوقتي، الباقي كله بلو، الباقي كله بلو اللي هو الرجل رقم كام؟ اللي هو الرجل رقم 0، الرجل رقم 3، الرجل رقم 4، الرجل رقم 5، والرجل رقم 6. تعال نعمل كاس سيميوليتور نشوف هيطلع لنا. المفروض يطلع لنا هنا ده يعتبر بزيرو وده يعتبر بوان. هنعمل سيميوليتور كده، ادي كتب لي الزيرو، وبعدين المفترض بيستنى ديلي 1000 مللي سكند، بعدين يطلع على الواحد. استنى ناخد دليل نحطها تحت، مثلا يبقى في دليل ما بينهم. زد ستوب سيميليتر، حط هنا اهو. ده بهاي هاي زراير زيرو زيرو، بويد مين زيرو واحد تلاتة، دليل ألف سكند. الصوت اللي علينا هنا ده ملو زيرو تلاتة وأربعة خمسة ستة. ستارت سيميليتر بس، تمام اهو. بقى يطلع لي الزيرو، بقى يطلع لي الوان، زيرو بعدين 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 الوان. ده كده انا مظبوط، كده انا عملت مظبوط، كده انا عملت مظبوط. نبدأ نكمل مع بعض. هنبدأ بقى نحط الجدول واحدة بواحدة بالترتيب. تعال ناخد، احنا خدنا الكام؟ خدنا الواحد، خدنا الزيرو، وخدنا الواحد، الاثنين، الاثنين. ايه الهاي عندي؟ الهاي عندي الرجل رقم زيرو، والرجل رقم واحد، والرجل رقم تلاتة، والرجل رقم اربعة. يبقى زيرو وواحد وتلاتة واربعة وستة. طب تعال نعملهم بالهاي، يبقى زيرو وواحد، تعال نحط مع بعض نعملهم هاي. مين الهاي عندنا؟ كام رجل؟ تعالى بس نعدهم كام رجل. ادي رجل، اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس رجلين. تعالى نحطهم خمس رجلين، تمام. ادي كوبي ديجيتال رايت، ديجيتال رايت. ادي رجل، تمام، هما خمس رجلين. ادي رجل، اتنين تلاتة أربعة خمسة، صح؟ إيه هما؟ هنبص للجدول. أول حاجة البن رقم زيرو والبن رقم واحد، البن رقم زيرو والبن رقم واحد. فهروح هنا أهو، مين الهاي عندي؟ البن رقم زيرو. ومين تاني؟ البن رقم واحد. طيب بن رقم زيرو والبن رقم واحد زي الفل، وبن رقم زيرو وواحد اتنين لأ، تلاتة وأربعة، تلاتة وأربعة وستة. يبقى اللي عندنا تلاتة وأربعة وستة. طيب اللو عندي إيه؟ ناخد اللو اللي موجودين عندي.
اللو اللي موجودين عندي هم عبارة كالآتي: اتنين، اللو اللي موجودين عندي هم اتنين، ده واحد تاني. طيب حلو، اللو عندي بتوع الاتنين مين؟ بتوع الاتنين هم عبارة عن السي زيرو والاف، اللي هم رجل رقم زيرو واحد اتنين، رجل رقم اتنين تلاتة أربعة خمسة، والرجل رقم اتنين والرجل رقم خمسة، الرجل رقم اتنين والرجل رقم خمسة. تمام، الرجل رقم اتنين والرجل رقم خمسة، وبعدين نعمل ديلي ألف سكند، أو ديلي أو ديلي ألف ملي سكند. طيب ليه ثانية واحدة يعني، بعدين نخش على اللي بعدها. كده كتبنا الاتنين، عايز اكتب مين بعد كده؟ عايز اكتب التلاتة. فالتلاتة عند الرجل رقم زيرو وواحد واتنين وتلاتة وستة، كلهم هاي، ده رجل اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى خمس رجول كلهم هاي. يبقى ناخد كده اهو، خمسة دول كده ونحطهم تحت. تمام اهم، انت عايز الرجل رقم كام اللي هي هاي؟ برجع للتيبل، رجل رقم واحد واتنين وتلاتة، او صفر وواحد واتنين وتلاتة، صفر وواحد واتنين وتلاتة وستة. يبقى صفر وواحد واتنين وتلاتة وستة، دول ايه؟ دول هاي. طب اللو رجلين اتنين، اللي هي الرجل رقم اربعة والرجل رقم خمسة. الرجل رقم أربعة والرجل رقم خمسة دول بيمثلوا عندي مين؟ دول بيمثلوا عندي اللو أهو. فأجي هنا أهو، رجل رقم أربعة وخمسة، الرجل رقم أربعة والرجل رقم خمسة بتمثل عندي اللو، وبعدين دوس دي ملي سكند. خش في اللي بعده، اخر حاجه خدناها رجل رقم كام؟ اظن رجل رقم تلاتة، او رقم تلاتة. تخش على رقم اربعة، رقم اربعة مين اللي هي عندي؟ عندي اربعة، رجل رقم واحد ورجل رقم اتنين والرجل رقم خمسة والرجل رقم ستة. يبقى رجل رقم واحد واتنين وخمسة وستة دول هاي، يبقى ناخد دول اهم وبكده بالصلاة على النبي بكتب في الرجل رقم اربعة. الرجل رقم أربعة قلنا كام؟ الرجل رقم أربعة قلنا واحد واتنين وخمسة وستة، يبقى واحد واتنين وخمسة وستة دول الهاي. طب اللو اللي مش موصلين عندي، اللو اللي مش موصلين عندي فدي يبقوا تلاتة، احنا خدنا دول فدي يبقوا تلاتة اهو، واحد اتنين تلاتة. ايه هما في الرجل رقم اربعة اللو؟ تعال نشوف، نرجع الرجل رقم زيرو بلو، والرجل رقم ده زيرو، ده واحد، ده اتنين، تلاتة واربعة، يبقى زيرو وتلاتة واربعة بلو، يبقى زيرو وتلاتة وأربعة، زيرو وتلاتة وأربعة بلو. بعد كده دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وندوس دي ألف سكة. ده الرجل رقم كام دي؟ ده الرجل أو الرقم كام؟ رقم أربعة. طيب تعال نعمل سيميليتور مش أتأكد بس إحنا عندنا صح، عشان دي زيرو، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة، زيرو واحد اتنين تلاتة أربعة، صح؟ أنا كده كتبت الأرقام صح، من أنا تمام. هنبدأ بنفس الطريقة، نكمل مع بعض. تمام، أو حضرتك المفترض إنك تكمل يعني، أصل الموضوع ما وسع، فالخمسة والستة والسبعة والثمانية
والتسعة. بحضرتك هتعمل نفس الكلام، هتروح للبن تشوف الجدول اللي عندك ده، مثلا هيبقى بن رقم 0 بواحد، بن رقم 1 بزيرو بلو، رقم 2 بواحد، يعني هنا ادي 1 ادي 0 2 3 4 5 دول بالهاي، والرجل رقم 1 والرجل رقم 2 دي 3 4، رجل رقم 4 يبقى رجل رقم 1 رجل رقم 4 بلو. تمام، انت لو اتلخبطت اعمل هنا، يعني لو اتلخبطت خلاص اعمل هنا، بين رقم 0 بين رقم 1 بين رقم 2 بين رقم 3 بين رقم 4 بين رقم 5 بين رقم 6. بس هكمل التيبل ده زي ما هو موجود كده اهو، في رقم 5 6 7 8 و9. تمام، بس كمل التيبل زي ما هو موجود واشتغل. اهو اشتغلت 7 سيجمنت زي ما انت شايف، 9 واحد زيرو واحد اتنين تلاتة وهكذا. طبعا كان عندي مشكلة حصلت، والمشكلة دي هعملها في فيديو تاني. المشكلة عندي ان انا ما كنتش عارف ارفع او انزل البرنامج من على الكمبيوتر على الاردوينو. جربت كل الطرق اللي حضرتك ممكن تتخيلها، يعني انا جربت طرق للصبح، بس اكتشفت ان المشكلة هي في لما شلت الرجل رقم زيرو. يعني كان عندي مشكلة في الابلود او عملية رفع البرنامج اما شلت الرجل رقم 0. بص، شلت الرجل رقم 0 وخليتها رجل رقم 8، البرنامج اشتغل وبقى زي الفل يعني. فلو حصل عندك المشكله وانا هوريها لك، ممكن تجرب انك تشيل بين رقم 0 ما توصلهاش، لو مش عارف تعمل عندك ابلود للبرنامج اللي عندك. اشتغلت زي الفل زي ما انت شايف، التوصيلات بالشيت اللي كان عندنا زي ما وصلنا، في مقاومه اهي واصله بالارضي، ده الارض اهو، ارضي اهو، الارضي اهو، الارض ده الارضي، ودي المقاومة واصلة بالأرض واصلة بالكومن. طبعا دي كومن كاسود. تمام، 5 فولت كلها نازلة على ال على ال من من جاري من الأردوينو، حاطة هنا اهوت طبعا، وعندي المقاومة عشان أظبط الأمبير. بس شكرا لكم.